وكذا أيضا فيما يتعلق بالجانب التربوي والتعليمي، فإن فريقا من أهل الكتاب الذين للأسف الشديد ينصبون مستشارين في بعض البلاد الإسلامية، أو أنه يحتكم إلى قراراتهم فيما يعرف بالمؤسسات الدولية والقرارات الأمية أو الأممية، يدعون إلى وضع مناهج تناسب أفكارهم وتسوقها في المجتمعات المسلمة، وهذه الأفكار إن سرت في الأمة فإنها تنزع منها إيمانها، وبعضها يخرجها من التوحيد إلى الشرك، وبعضها يؤدي إلى تمييع الأخلاق ونشر الرذيلة. فمما دعوا إليه في المناهج أن تكون هذه المناهج علمانية لا دخل للدين فيها، فأسسوا النظام التعليمي سواء الابتدائي أو الأعلى أي المرحلة الجامعية على هذا النحو، بحيث ينشأ طلبة في المراحل الدنيا ويستمرون في المراحل العليا على جعل الدين أمرا شخصيا، بحيث يكون مجرد علاقة خاصة بين الإنسان وبين ربه، وبحيث يحصر تأثيره بين جدران دار العبادة سواء كان مسجدا أو كنيسة أو غيرها، ولا دخل للدين في الحياة تحت شعار دع ما لقيصر لقيصر ودع ما لله لله. ثم إنهم نزعوا من المسلمين خاصة الآيات التي فيها التصريح بأن الإسلام هو الدين الحق وأنه الوحيد المرتضى عند الله سبحانه وتعالى، ونزعوا الآيات التي تدعو إلى ولاية المؤمنين والبراءة من الكافرين، ونزعوا من المناهج الدروس التي تكشف خبايا اليهود وخبثهم ومكرهم، لينشأ الطلبة على عدم الانتماء لدينهم وعدم الغيرة على مبادئهم وعلى عدم الموالاة للمؤمنين والبراءة من الكافرين، وتلك هي أوثق عرى الإيمان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينزعون من أبناء هذا الجيل هذه المعاني العظيمة ليكون الطلبة خلواً من أي سد يقف بينهم وبين هؤلاء الأعداء الذين يريدون صياغتهم على ما يحلو لهم. ولذا تأثر طائفة من الطلبة بسبب هذه المناهج بأفكار الإلحاد وأفكار النسوية وأفكار الشذوذ الجنسي وغيرها، وكذا أيضا ما يتعلق بنشر العلاقات الجنسية التي يسمونها آمنة في المناهج الدراسية، وذلك لتسويغ الرذيلة والفاحشة والدعوة إلى ما يعرف عندهم بالجنس الآمن، فيسوغون للمراهقين في زعمهم
مع أنهم قد يكونون بالغون بالغين في حكم الشريعة ممارسة العلاقات الجنسية على اختلافها والعياذ بالله تعالى، ويعلمونهم الهروب من آثارها باستعمال موانع الحمل. فيوقعون شباب الأمة فريسة لهذه الرذائل وأنواع الفساد. وكذا أيضا يغرسون فيهم أن الدين ضد التقدم والعلم، على ما حكم به طائفة منهم بعد النهضة الأوروبية الحديثة على الكنيسة أو على النصرانية، بل اعتبره بعضهم مخدرا فسموه أفيون، قالوا الدين أفيون الشعوب والعياذ بالله. وهذا الذي قام عليه الفكر الماركسي أو الشيوعي الإلحادي أو المادي، ولكنهم لا يحذرون أو لا يبالون بنشر هذا الفكر بين المسلمين، وإن تمسكوا هم ببعض الدين وإن لم يكونوا على حق فإن هذا ديدنهم. والله تعالى قد ذكر عن طائفة منهم في كتاب هذا الأمر أنهم كانوا يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فيقدمون المشركين على المسلمين مع أن المسلمين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤمنون بالملائكة والكتاب والنبيين، وهذا ما يتفق عليه أهل الكتاب معهم، ولكنهم لخبثهم كانوا يزعمون أن المشركين خير من هؤلاء المسلمين، مع أن المشركين وثنيون منطوون على عقائد تخرجهم عن حقيقة الدين حتى عند أهل الكتاب.